بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم يا أبناء الطلاب في دروس اللغة العربية بمدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين. تتميز اللغة العربية بأصالة ماضيها، فهي من أقدم اللغات في العالم، فهي لغة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أنها اللغة التي نزل بها كلام الله تعالى في القرآن الكريم، وما زالت من اللغات المستخدمة بين العرب حتى يومنا هذا. وكان العصر الذهبي لهذه اللغة مع انتشار الإسلام وإقبال العجم لتعلم العربية حتى يتسنى لهم قراءة القرآن الكريم. جمال اللغة العربية جاء من الإبداع في حروفها ومن جمال نطقها، فعندما تكتب بالخط العربي فلا بد من لمسة فنية تزين الأحرف والحركات والتشكيل، وتزين بها المساجد كما ترسم في الكتب والصحف وعلى بعض أنواع المجوهرات. يظهر جمال اللغة العربية في الشعر والنثر والخطابة والقصة والرواية وفي النحو والصرف، حيث يعتبر الشعر فناً أدبياً أقبل عليه الكثير من الشعراء الذي برعوا في كافة ألوان الشعر. وتلتزم اللغة العربية بالمحسنات البديعية، فهي لغة مرنة تعايشت مع كل الأزمان ومختلف الأجناس. اللغة العربية في هذا العصر الحديث أقبل عليها الكثير من العجم حتى يتعلموا ثقافة الأمم المختلفة وثقافة العرب، فكونوا فخرا لهذه اللغة يا أبنائي الطلاب. بارك الله فيكم وحفظكم جميعا. ومع درس جديد من دروس اللغة العربية تحت عنوان تشدو الألوان، ومن خلال هذه الأهداف سنتعرف على هذا الدرس. يتوقع في نهاية الدرس أن الهدف الأول أن يستنتج الطالب الهدف العام للنص استنتاجا صحيحا، الهدف الثاني أن يتعرف الطالب على المعاني والمفردات لكلمات جديدة. فمن خلال هذه الأهداف سنتعرف أيها الأحباب على هذا الدرس الجميل بمشيئة الله تعالى. وفي بداية هذا الدرس سنتعرف على بعض الكلمات الجميلة في هذا الدرس الممتع الجميل. الصورة الأولى هي صورة طائر، طائر. هذه الصورة أقول عنها طائر. الصورة الثانية تعبر عن نوع من أنواع الطيور المشهورة في دولتنا الحبيبة قطر. هذه الصورة صقر، صقر. أحسنت أحسنت، صقر. الصورة الثالثة لطائر جميل ومحبب ويجذب الأنظار هو
طاووس. أحسنتم. تعلمنا في هذا المقطع من الدرس الكلمات التالية: طائر، صقر، طاووس. أضف هذه الكلمات إلى معجمك أيها الطالب حتى تتعلم اللغة العربية بصورة سهلة وبسيطة. والآن مع قراءة القصيدة الجميلة العنوان: تشدو الألوان. فكر ماذا يا مروان، لو غضبت منك الألوان، ورأت أن تترك عالمنا، فانسحبت من كل مكان. كيف يصير الشجر الأخضر، والوردة والزهر الأحمر، والبستان بهي اللون، هل يبقى سحر البستان؟ القراءة للمرة الثانية، ركز معي يا ولدي. فكر ماذا يا مروان، لو غضبت منك الألوان، ورأت أن تترك عالمنا، فانسحبت من كل مكان. كيف يصير الشجر الأخضر، والوردة والزهر الأحمر، والبستان بهي اللون، هل يبقى سحر البستان؟ الآن سأترك لك المجال حتى تقرأ هذه الأبيات قراءة متأنية صحيحة. أحسنت القراءة يا بني، بارك الله فيك. من خلال الدرس أجب على الأسئلة التالية: السؤال الأول، معنى كلمة تشدو؟ تغني. أحسنت. السؤال الثاني، مضاد كلمة بهي؟ قبيح. السؤال الثالث، جمع كلمة البستان؟ البساتين. أحسنت. مفرد كلمة الشجر؟ الشجرة. أحسنت. تعرفنا من خلال هذه الأسئلة على عدة كلمات مهمة في هذا الدرس، بارك الله فيكم يا أبنائي. أجب عن الأسئلة الآتية: السؤال ألف، ما الأشياء التي تأثرت بغياب الألوان كما ورد في القصيدة؟ فكر معي يا ولدي. الإجابة: الشجر الأخضر، ألوان الطاووس، ألوان الكتب، الورود، ألوان الصور، كراسات الرسم. أحسنتم يا أبنائي، بارك الله فيكم على حسن التفاعل. السؤال باء، ما الأثر النفسي لغياب الألوان كما جاء في القصيدة؟ الإجابة هي الشعور بالحزن. أحسنتم يا أبنائي، وبارك الله فيكم على حسن التفاعل، بارك الله فيكم. اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل التالية: ألف، ما الفكرة الرئيسة للبيتين الأول والثاني في القصيدة؟ عتاب الألوان للإنسان، قلق الإنسان من وجود الألوان،
أهمية الألوان في حياة الإنسان؟ تخيل اختفاء الألوان من الحياة. الإجابة هي تخيل اختفاء الألوان من الحياة. أحسنتم يا طلابي. السؤال رقم ب: الألوان ضرورية في التعلم وتنمية المواهب الفنية للأطفال. وردت هذه الفكرة في البيتين الرابع والخامس، الخامس والسادس، السادس والسابع، السابع والثامن. الإجابة هي الخامس والسادس. أحسنتم وبارك الله فيكم يا طلابي. وفي النهاية تذكروا يا أبنائي الانتهاء من حل جميع الواجبات المطلوبة. بارك الله فيكم. وفي نهاية هذا الدرس أتوجه بالشكر لكم. بارك الله فيكم ونفع بكم. تم بحمد الله، مع تحيات قسم اللغة العربية بمدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.